للحديث مشاهدينا الكرام عن صراع الأحزاب السياسية وفشلها في التوافق فيما بينها أو فيما بينها على أحد شركائها ليكون رئيس الحكومة الجديدة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. العملية السياسية يعني منذ 17 سنة على ولادتها ليس هناك سمة لنضج سياسي، والدليل أن هناك يعني صراعا دائما بين شركائها. لماذا هذا الصراع من وجهة نظرك؟ يعني يسعد مساكم مساء مشاهديك. حياك الله. الحقيقة الحديث عن العملية السياسية في بغداد يعني باستمرار الأزمة فيها، لأنه هي بنيويا فيها مشكلة. يعني ليس هناك في العراق من يملك قرار تقرير مستقبل هذا البلد أو سياساته. يعني كل القوى السياسية في العراق اليوم هي أصداء لقوى خارج الحدود سواء إقليمي أو دولي، وبالتالي تجد أن الأزمات تطول ولا تجد طريقا للحل، لأنه ليس هناك من يقرر في العراق. نعم. أليست مفارقة كبرى أن يتبادل شركاء العملية السياسية يعني الأمريكية الإيرانية الاتهامات فيما بينهم بالعمالة لإيران؟ يعني أحد الطرفين يقوم باتهام الطرف الآخر بالعمالة لإيران، وأما الطرف الآخر فيقوم بالاتهام بالعمالة لأمريكا، بينما يعني هذه العملية السياسية بالأساس هي ولدت بتوافق أمريكي إيراني بحسب ما يرى الكثير. يعني العجب العجاب راح تشوف في هذا العملية السياسية. يعني بالأمس القريب نفس الكتل التي ترفض الزرفي كانت ترفض الكاظمي، على اعتبار أن الكاظمي كمان أيضا عميل للولايات المتحدة الأمريكية، واتهمته بالمشاركة والمساهمة في مقتل سليماني والمهندس قبل أقل من شهرين. اليوم نفس الكتل بترشح الكاظمي في مواجهة الزرفي. يعني هذا بلد العجب، وكما ذكرت لك قبل قليل يعني كلهم شركاء في الجريمة وكلهم أدوات للأمريكي والإيراني في آن معا. وما يعني طيب. أستاذ حسين، يعني إلى أي مدى يعني منذ ولادة العملية السياسية والأحزاب والميليشيات الطائفية هي متسيدة المشهد في العراق وترى ما تداعيات تسيدها لهذا المشهد؟ العراق في خراب، العراق يشهد فسادا ماليا وإداريا كبيرا، خرابا في البنى التحتية، لم يتم بناء أي مبنى أو أي قطاع في العراق، كل القطاعات تشهد تدهورا، القطاع الخدمي وكذلك على الصعيد الأمني وعلى جميع الصعد. إلى أي مدى يعني تتوقع أن تستمر هذه السطوة، سطوة الميليشيات أو سطوة الأحزاب المتسيدة للمشهد السياسي في العراق؟ أنا أعتقد أنه سيكون هناك حل، لا من الإيراني ولا من الأمريكي. إذا لم يكن هناك حل من شعب العراق وقوى العراق وأهل العراق، فلن يكون حل من الخارج، ولن يستطيع هذا الخارج أن يعالج أي مسألة في العراق، لأنه ليس لديه مصلحة في معالجة تلك المشكلات في العراق. هو من أوجد وخلق هذه المشكلات، هو من أوجد النخب الفاسدة والسياسات الفاسدة، وهو من ألحق بالبلد دمارا، وبالتالي هو غير معني لا ببناء هذا البلد ولا باستقراره ولا بإعماره. يعني بعض الحمقى يراهن على أنه أنت اليوم إذا أزحت الميليشيات وجبت الولايات المتحدة قد تكفر عن سيئاتها وتحاول إصلاح النظام السياسي في العراق. النظام السياسي أن 17 سنة من الاحتلال للعراق يكون حال العراق بهذا الشكل؟ يعني البعض يقول أن من أهداف الاحتلال الأمريكي للعراق إيصال العراق إلى هذه الحالة، وإلا فكيف 17 سنة وتحت الأنظار الأمريكية وتحت الحيادة تحت السيادة الغير موجودة في العراق، وكذلك الحماية للعملية السياسية والإدامة لها وبمباركة أمريكية؟ هل يعقل أن 17 سنة من وجود العملية السياسية أن تتدارك الولايات المتحدة ما يجري في العراق، أم أنه فعلا هو من أهداف الاحتلال الأمريكي؟
لا، هو في جوهر الاختلال الأمريكي أن هذا البلد لا يستقر ولا يعمر، لأن هذا البلد إذا ما استقر وعمر أو تم إعادة إعماره وبناؤه فسيشكل خطر على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المشروع. وراق هذا الحديث للجانب الإيراني اللي أيضا يعتقد ذلك، أنه عدم إعادة بناء هذا البلد و يعني بناء قوته من جديد فستشكل خطر، وبالتالي الكل معني بأنه يبقى للنهب وللسرقة واللا استقرار، يعني الكل معني في هذا الموضوع. وحتى بعض الدول العربية لها مصلحة في أن لا يستقر هذا البلد، حتى بعض العرب الذين ساهموا في تدميره اليوم هم طرف رئيسي في عدم استقراره. نعم، من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان، نشكرك شكرا جزيلا.